اهلا بكم مشاهدينا ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. من جديد التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط، تحديدا المدينه الامنه للنساء في عزبه البرد. يعني ايام قليله تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. النهارده معانا سيده من ابناء دمياط، وتحديدا من سيدات عزبه البرد، اللي النهارده بتعمل فانوس رمضان بس مختلف شويه المره دي. المره دي بتستعين او بتستخدم خامات البيئه زي الصدف والقواقع، وبتعمل لنا فانوس رمضان بشكل مختلف عن اللي احنا متعودين عليه بالصدف والقواقع المشهور بها محافظه دمياط، عشان هي منطقه ساحليه وبتطل على ساحل البحر الابيض المتوسط. احنا هنقرب منها كاميليا نجم بنت عزبه البرج، وهنشوف هي اتعلمت الكلام ده ازاي وهتعمل ايه وشغلها، هنشوفه النهارده عامل ازاي. يلا بينا. اهلا بيك يا كاميليا، كل سنه وانت طيبه. شايف النهارده شغل مختلف بخامات البيئه، يعني خرز بتاع يعني قواقع وصدف ومطعم ببعض الخرز والكلام ده، يعني بيغلب عليه الطابع البيئي الدمياطي او الساحلي اللي هي بتاع البحر، قواقع وصدف. تمام، يعني انا شايف اغلب المنتجات كده وانت عامله اشكال مختلفه. كلمينا كده اول عن نفسك وعرفينا بنفسك. انا كاميليا نجم، مدربه هاند ميد هنا في المدينه الصادقه للنساء. بشتغل هاند ميد من وانا عندي 10 سنين، كل اشكال الهاند ميد وانواعه مر عليا، بس موضوع الاصداف ده كنت اخداه من والدي وانا صغيره، كنت بشوفه بعمل الحاجات دي بس احجام كبيره، فاشتغلت معاه شويه، وبعدين الموضوع كان حصل فيه ركود بقى تمام. هنا مريت بكل اشكال الهاند ميد، وبما ان انا هنا في المدينه معايا متدربين كتير كلهم بيشتغلوا في انواع كتير مختلفه، فحبيت اطور بقى الفكره القديمه بتاعتي وارجع بيها تاني، بس التطوير بقى ان انا بطوعها تخدم، يعني بدل ما يبقى منتج تشتري مره في السنه، لا ده هيبقى منتج تشتري كذا مره بخامات البيئه، وخصوصا ان هنا بيئه ساحليه والحاجات دي متوفره كتير. انت مستخدمه حاجات مختلفه تماما، يعني قواقع وصدف، وشايف ده خيش. لان انا بحاول استخدم مواد صديقه للبيئه، لان انا برضه مشتغله في مبادره اسمها رسائل البحر، بتتكلم عن استخدام الخامات واللي لازم يبقى في اعاده تدوير ولحد ما استخدام البلاستيك، فبحاول ان انا اقول المنتجات تبقى خامات قابله للتدوير، ويعني بدخل الخشب، اصداف، الخيش، ما بدخلش نادرا ما بدخل خامات. انا شايف يعني ما شاء الله، يعني انت منوعه كمان في المنتج، يعني انا شايف عامله ميداليه زي ما احنا شايفين باشكال واحجام مختلفه، في توكة شعر، شايف توكة شعر، وشايف كمان في شنط من الخيش والصدف وبواقي القماش ومرايه، يعني شايف مرايه، يعني دي بس دي قواقع صغيره جدا، يعني حاجات انا بتعامل معاها بديل للمنتج الصيني اللي هو الحاجات البلاستيك، ايوه، الحاجات بتاعت الاكسسوار والحاجات دي والهاند ميد، يعني ده طبيعي، كل الخامات دي، كل الخامات دي طبيعيه. فدخلتها بديل للمنتج الصيني، منتج محلي طلع منه حاجه، حتى لو استعمال محلي، بس هي الفكره كلها ان انا ما يعني انا بتعامل مع الوحده بتاعت الخرز دي، القواقع دي اكنها وحده خرز، بدخلها في كل حاجه، بطرز بيها على القماش وعلى الكبات وبعمل بيها كل حاجه. طيب انا عايز اسالك سؤال، يعني كده انت بتجيبي الحاجات دي ازاي؟ يعني صعب ان انا اجيب القواقع والصدف والحاجات دي، اجيب الكميات دي اجيبها ازاي يعني، والاشكال المختلفه دي بجيبها ازاي؟ هي بحكم البيئه الساحليه زي ما بقول لك، الصيادين هنا بيجيبوا الحاجات دي، وبرضو انا دخلت معايا هنا دي كلها بتاعت بحر متوسط، القواقع دي باشكالها ما شاء الله باشكالها الطبيعيه، دي كله الوان طبيعيه، يعني شوف تدريج الالوان، انت جايبه كمان احجام الكبير والصغير، بس هي الفكره في الكوكا التعامل معاها ان ما ينفعش لو انت هتجمع قطع معينه في وقت معين لازم يتجمعوا فيه، لو استنوا شويه يعني يكون لسه خارج، يكون لسه يعني شوف حضرتك دي تخينه وجامده ازاي جدا، يعني انا لما بتعامل معاها بتعامل بشنيور، بس الفكره ان دي لو قعدت تشوف على الشط قبل ما ناخدها بتبقى هشه زي قشر البيت، بتتكسر بسرعه من الرتوبه وال لكن انا لو خدتها وجيت حالتها بتقعد عندي 20 سنه تقعد، يعني انت بتجيبي تخزني؟ ايوه انا طيب القواقع دي، انت بتلمي الحاجات دي بنفسك ولا عندك حد لا انا عندي خلبوز
بننزل نجمع المواقع وبقى معارفي بما اننا في قرية صغيرة وكل الناس بيجيبوا لي بيجمع لي. في ناس اصلا يعني بتشوفها بيعجبها بتحبها وعارفة تكملي لها غاوية ده غاوية غاوية ده غاوية الاتجاه ده فبتجيب لك بتجيب لك ده المطلوب منك. والحقيقة يمكن هو يعني شواطئ راس البر كمان مليانة قوي بالقواقع، ده يمكن في حقيقي الفترة اللي احنا فترة الشتاء دي الشتاء فعلا موجودة بقى موجودة طول كلها على الشتاء الشاطئ. يعني طول الشتاء انت بتجيبه بتخزن. تخزنيه ايوه يعني وبعد بتجيبيه كده وتنشفيه وتخزن عادي ويقعد، لان وبستنى بعد منوة يعني بنوة جامدة دي تاني يوم والجو تروح لسه تجيبي. قاعد بقى سبحان الله. لو قاعد شوية ما عادش عارفة انت يعني عارفة النوة، انت طبعا ما تبقى عارفين ده في العزبة فبتبقى عارفة النوة بتروح بعدها. وكمان القواقع المقفولة اللي بيبقى فيها الكائن الحي دي ايوه لازم تيجي صاحية، لو يعني حية لو ماتت على الشط تعمل ريحة وتبقى تنظيف طبعا صعب. طبعا فأنا باخدها وهي لسه صاحية واتعامل بقى معاها المعالجة او التنظيف. طيب انا عايز اسالك، يعني النهارده في مستهلك او زبون زي ما بنقول مقبل على المنتج ده؟ بص انا هكون صريحه معاك، محافظه دمياط لا مفيش زبون في محافظه، ما هو محافظه دمياط لا، لان الحاجات دي موجوده قدامك، ايوه انما بره المحافظه في اقبال كبير. احنا اشتركنا في معارض كتير في رسائل البحر، كنا في الغردقه في الممشى السياحي هناك، السياح كانوا الحاجات دي خصوصا الاكسسوار بتاعهم. ما هو ده يمشي مع السياحة كويس. خدنا برضه في بورسعيد وفي السويس وفي دهب، كنا في دهب من اسبوعين، وان شاء الله حتى مسافرة كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله معرض ان شاء الله في ربنا جامعة يوسع عليك يا رب. هي بره المحافظة لكن كتسويق جوه المحافظة لا، عشان موجود عشان منتج موجود. دي شنطة هي برضه انا بشتغل على بك، يعني دي بواقي من الشدانين بتاعت ده جلد الدمام بتاع الدنجين، فدي بواقي عند بروح اجمعها برضه بشتغل عليها. حلو فكرة استخدام الخامات دي والتدوير ده، دي نفس الفكرة برضه، ده برضه الخشب كنت بواقي الرصاد بتاع الفلات ان شاء الله جميل قوي. معاها الخيش يعني ده كشكول للطالب. بتعمل بقى بأسانيد بكلام معين حسب. طب انت حد بيطلب منك تعملي له حاجه معينه؟ يعني ببعت يقول لك اعملي لي مثلا فانوس بالشكل ده او اعملي لي؟ ايوه خصوصا الحاجات دي، يعني لما بيجي حد من عندنا رايح زياره بره المحافظه بيحب ياخد هدايا المصنوعه من الحاجات، فباخده الحاجات دي بياخدوها هدايا بتبقى حلوه. بتعلمي حد او بتدربي حد؟ احنا هنا بندرب البنات والستات، بنعمل لهم في المدينه الامنه، في المدينه الامنه ايوه بنعمل لهم الورش دي، لان انا يعني الموضوع عندي مش موضوع تربح اكتر ما هو مبدأ شويه. ان انت بتقولي متعلمه من والدك من 10 يعني انت 10 سنين ايوه يعني بقت هوايه وتوارثتيها يعني. الحمد لله، بس انا حابه ان انا تقريبا دي شغلانه اللي في ما انا يعني مزاع صدق بقى، وعرفت ان انت شغاله في الجانب ده بالتحليل والتصور أيوة. معاك. انا نفسي ان عزبه البرج تبقى ورشه كبيره، يعني ما شاء الله البيت يبقى في ورشه لده بجد، ويبقى في هويه يعني بصريه للمدينه، يعني المنتج بتاعي يطلع بره دمياط يبقى معروف ان هو جاي من عزبه عزبه البرج من غير ما اتكلم معاك. ما هو ده يعني لما يتشاف هيتعرف ان جاي من مدينه ساحليه. بس عزبه البرج كمان بالذات انا حابه الفكره دي، ان انا يعني بشتغل عليها ونفسي اللي يجي من بعدي كمان يكملها، لان انا اكيد مش قاعده طول العمر، ربنا يديك. بس حابه ان البنات اللي بيتعلموا هنا يكملوا هم بعد كده كل بيت. كويس فكره ان انت بتعلمي اجيال جديده يعني، والبنات تحديدا، عشان يعني يبقى مصدر رزق بالنسبه لهم وعمل مصدر رزق، وفي نفس الوقت يعني بتعمل هويه هتفضل مكمله. احنا عايزين سمه، بتبقى سمه كده لازم. ما شاء الله فكره صح وفكره جميله يعني. ربنا يوفقك يا كاميليا وكل سنه طيبه ونسمع عنك كل خير. شكرا.